آخر واحد ممكن أشك فيه هو أنور. في كل الجرائم اللي بتدوخ البوليس والنيابة بيكون أبعد واحد عن الشبهات هو المتهم. إحساسي بيقول لي إن أنور مش ممكن يعمل حاجة زي دي. يا عم فايق، المسألة مش مسألة أحاسيس، المهم الوقائع. يا أنور لسه مش عاوز تدافع عن نفسك؟ ما اقدرش. يا انور يا ابني، امتناعك عن الكلام والدفاع عن نفسك هيوصلك لحبل المشنقه. اسال حضرتك عني او اسال اي حد من حضرات الساده الموجودين ان انا كنت ناوي اسيب الاوتيل ونازل مصر. من امتى الكلام ده؟ من كام يوم. وليه كنت عاوز تسيب الاوتيل؟ لان سيادتك ماليش اي اطماع ماديه. عمر ما تمنيت ان عمي يموت عشان اورثه، وكمان ما حبيتش اخش لعبه سباق العرسان. ايه لعبه سباق العرسان دي بقى؟ اللعبه اللي كل نزلاء الاوتيل دخلوها وبيتمنوا ان هم يفوزوا بيها، لان لو فازوا بيها هيفوزوا بقلب ليلى، ولو فازوا بقلب ليلى يبقى بالتالي هيفوزوا بثروتها. ولد، ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ ما انا ما كنتش عاوز اتكلم علشان عارف ان كلامي هيزعل الكل. سيبه يكمل يا فايق بيه ارجوك. وبعدين يا انور، الحفلة اللي كانت المفروض تتعمل الليلة اللي فاتت واللي كانت ليلى هتختار منها عريس من المتسابقين، واللي انا ما كنتش واحد منهم. ومين بقى هم المتسابقين دول؟ كل اللي موجودين في الاوتيل، كل النزلاء. تصور سعادتك بما فيهم الراجل الكبير اللي اسمه بسيوني ده. طب وانت ليه ما دخلتش اللعبة دي معاهم؟ لان انا ما بحبش تزييف المشاعر ولا الخداع، دي حاجة. الحاجة التانية ان انا ماليش اي اطماع مادية. الحاجة التالتة وده الاهم، ان انا قلبي انشغل بحب واحدة تانية غير ليلى، لان ليلى بالنسبة لي اخت عزيزة، واعتقد ان هي بتعتبرني كده برضو. ومين بقى سعيدة الحظ دي اللي نالت حبك ورضاك؟ يا ابني قول لسيادة المحقق كنت فين ساعة حدوث الجريمة وخلص نفسك. ايوه يا انور قول، ما تضيعش وقت سيادة المحقق.
أرجوكوا يا جماعة محدش يتكلم لأن أنا أدرى منكم بوقتي، وبعدين أنور بيتكلم كويس. اتكلم يا أنور. أرجوك يا فندم أعفيني من السؤال ده. أعفيك من إيه؟ أنا مش فاهم حاجة خالص. تقدر تقول لي حضرتك كنت فين وقت ارتكاب الجريمة؟ كنت معاهم في الحفلة يا فندم، كنت بحضر نفسي عشان أعمل استعراض عرايس بالاشتراك مع ليلى. أيوة يا فندم، أنور كان موجود بيجهز العرايس للاستعراض اللي كنت عامله أنا وهو. أولا يا أنور أنا هيبقى ليا تحية تاني معاك. أما بالنسبة للرواية يا أستاذة بهيرة، فأنا شايف إن حضرتك وجهت شكوكك للكل. يا فندم أرجوك. يعني شوفي هنا سعادتك كاتبة، والواقع فإن زكا هنداوي طبعا تقصدي هنا ماهر المليجي أو زكي المزيف. أيوه. والواقع فإن زكي هنداوي كان غامضا بشكل مثير للريبة والشك في نفس كل من يتعامل معه، كما أن وصول صديق ماهر المليجي تقصد زكي الحقيقي طبعا قد أكمل فكي الكماشة وكان بمثابة إنذار وتنبيها لجريمة أصبحت وشيكة الوقوع، وقد أصبح بسيوني عبد الرحيم في حالة من التمزق النفسي والعاطفي، لأن الثراء بالنسبة له قد أصبح وسيلة لدخوله معركة الفرسان. فحبيبة قلبي ابنة مليونير، ولا بد أن يكون على قدر من الثراء يشرفها ويلفت نظرها، خاصة أنه يفتقر إلى أهم عناصر دخول اللعبة وهي الشباب والصحة. لا 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 يا أستاذة بهير، عيب كده عيب. أنا طول عمري بحترمك من قبل ما أشوفك، وبعد ما شفتك احترمتك أكتر وأكتر، بس اللي كتبتيه ده عيب عيب. انت كده بتفضحي احاسيس ومشاعر الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى سطرها. حرام عليكي عيب يا استاذ بهير. حدوني ايه؟ حدوني ايه؟ انا صدقيني بسيوني بيه عنده حق. ايوه انت جرحتينا كلنا، ومن حقنا كلنا نرفع عليك قضيه رد شرف. ده انت طلعت داهيه، طلعت مصيبه. اخرس انت ما تنطقش بولا كلمه. نعم فاكره انك ضحكت علينا كلنا. لا لا يا استاذ، انت تعمدتي تعملي الروايه دي مخصوص عشان يحصل اللي بيحصل قدامك ده. امال الروايه دي ستاره؟ ستاره انت بتداري وراها. انا بداري ورا ستاير؟ ستاير ايه اللي انت بتتكلم عنها دي؟ حرام عليكم، حرام حرام. ماهر ماهر عنده حق، هو مش معقول تضيعينا كلنا الا اذا كان ليكي غرض من كده. ايوه وجدي، ايوه كلامه مظبوط وجدي. ايوه انت لا، حرام عليكي حرام. شفتي انا معتوه سلوك سلوك اطفال ان ما وريتك. يا سعاده البيه انا اضم صوتي لدوله هانم. ايوه بريره هي اللي ارتكبت الجريمتين دول وانا متاكد. ايوه حرام عليكم حرام عليكم حرام حرام حرام. اهدي يا بهيره هانم اهدي. يا سياده المحقق اؤكد لسعادتك ان بهيره هانم دي انسانه على خلق وصاحبه مبادئ، ولا يمكن تكون محل شك او شبهه ابدا. اخص عليكم اخص. اهدي يا بهيرة هانم وأرجوك تمسكي أعصابك، عايزين نشوف كل اللي كتبتيه. أرجوك أرجوك يا فندم كفاية لحد كده. أنا كان نفسي أوافقك على طلبك، لكن في شخصية لازم نحللها مع بعض من خلال روايتك. شخصية؟ شخصية مين؟ سلوى القتيلة، سكرتير الدولة. حضرتك بتقولي الواقع أن شخصية سلوى غامضة مثيرة، فهي سكرتيرة دولة.
وفي الوقت نفسه تمت إليها بصلة القرابة، فهي ابنة خالتها. أنا من خلال كلامي مع دولة عرفت أن سلوى ما تقرب لهاش. هي كانت مجرد بنت فقيرة من أسرة متوسطة، هي احتضنتها وربتها ولدرجة أنها خلتها السكرتيرة الخاصة بتاعتها، لأنها كانت بتثق فيها جدا وفي أخلاقها وكانت بتحبها. كويس. لكن دولة عاشت مع سولوى حياة كلها إثارة، فهي نجمة مشهورة لها جمهورها والمنتجين يطاردونها باستمرار، لكنها ضحت بكل هذا عندما قابلت السكري ووافقت أن تتنازل عن كل أمجادها وتتزوجه. سلوى أكبر واحدة مستفيدة من جواز دولة من السكري. الناس كلها كانت بتنافقها، كانوا بيقدموا لها هدايا كتير قوي عشان تمشي شغلهم عند السكري. السكري كان بيثق فيها جدا وعمره ما رفض لها طلب، لدرجة انها بقت صاحبة قوة ونفوذ والناس كلها كانت بتخاف منها وتعمل لها الف حساب. كويس قوي ان حضرتك قايله لي الكلام ده دلوقتي، لانك موضحاه قوي كمان في الرواية، بس يعني مش هنعتبره قرينة قوي، لقد اصبحت سلوى هي المسيطرة على حياة دولة ووضعت حاجزا بينها وبين الناس. لقد ابتعد الناس عن دولة وتحول حبهم الى خوف، الخوف من الصوت الذي تلوح به سلوى لهم. وعندما قبض على السكري زال نفوس سلوى وانعزلت مع دولة عن الناس، لكن هذا لم يكن يرضيها، لقد كانت تحاول أن تبحث لها عن طريق آخر. لقد أصبحت سلوى هي المسيطرة على كل تصرفات دولة، توجهها كيفما شاءت. لقد كانت شديدة النفاق لها، تحاول أن توهمها أنها ما زالت تعيش في الماضي رغم تظاهرها الشديد بحب دولة والخوف على مصالحها، إلا أنها كانت تحاول أن تثير الشكوك حول تصرفاتها وتحاول أن تجعلها مصدر سخرية الناس، بل أنها كانت تحاول أيضا أن تشكك في سلامة عقلها. طيب ليه يا فندم كانت بتعمل كده؟ أكيد كانت بتكرهها أو بتحقد عليها. كويس أوي النقطة اللي حضرتك قلتها دي، لأن برضو بهيرة هانم موضحة جزء مهم جدا في الحكاية. هل هي كانت تنتظر موت دولة؟ وماذا كانت ستفعل لو أنها ماتت أو قتلت؟ تقصد دولة طبعا. إن تحركاتها مريبة، فهي تظهر غير ما تبطن، كما أن علاقتها بالنزلاء يشوبها الغموض، وخصوصا علاقتها بزكي هنداوي. أنا يا فندم بقصد زكي المزيف اللي كان بينتحل شخصيته ماهر المليكي. كويس. حضرتك أيلا لقد كانت هناك لقاءات سرية، ترى ما الذي كان يخططان له؟ أنا شايف يا فندم أن الرواية اللي كتبتها بهيرة هانم مبنية على الخيال مش الواقع، زي ما رينا أنا وسيادتك أن القتيلة عندها هي دولة مش سلوى السكرتيرة، عشان كده ما نقدرش نتخذ الرواية قرينة اتهم بها أي حد من أفراد الفندق. معك حق سعادتك، أنا مش ممكن أعتمد على الرواية في تبرير دوافع الجريمة أو توجيه الاتهام لأي واحد من المتهمين الموجودين قدامنا، لكن كل شغلنا هينحصر في الوقت اللي جاي على أساس التحريات بتاعت حضرتك مش على أساس الرواية. يا ريت التحريات توصلني بسرعة. أرجوكي قدري الموقف اللي احنا فيه أرجوكي. وبعدين دي مهما كانت برضو تبقى أم ولادي. وانت كنتش عارف الكلام ده غير النهاردة؟ يا حبيبتي انت عارفة انت بالنسبة لي تبقي ايه. سيبك من الكلام الفارغ ده وشوف لنا حل في الورطة اللي احنا فيها دي. احنا اولا ما فيش اي حاجة تدلنا لغاية دلوقتي. يعني ايه لحد دلوقتي؟ انت خايف من حاجة ولا ايه؟ هخاف من ايه يعني؟ خاف من ايه يعني؟ اصلك بتقول لحد دلوقتي يا ستي زلة تزال مش اكتر.
اعمل حسابك، انت لو سمحوا لك بالسفر رجلي على رجلك. يا حبيبتي انا مستعد، بس على افتراض ان هما ما سمحوكيش بالسفر معايا يبقى ايه يعني؟ تبقى تقعد معايا لحد ما نخلص من الورطه دي ويقبضوا على القاتل. ايوه بس قصدي اقول يعني مفيش بس، هي كلمه واحده، تسافر هسافر معاك. قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله. طيب ايه؟ ايوه فندم. ممكن كلمتين مع سعادتك على فراد؟ حاضر بكل سرور. بابا يا ليلى مالك يا بنتي؟ اطمني مفيش اي حاجه. امال طلب ينفرد بيك ليه؟ اكيد لا اكيد ولا مش اكيد، احنا هنقدر البلاء قبل وقوعه. يا حبيبي يا بابا، طب اكيد انا السبب، يا ريتني ما. يا بنتي يا بنتي ايه، احنا هنعمل زي اللي ما شافوهمش هما بيسرقوا، شافوهم هما بيتحاسبوا. طب اجي معاك، ما اقدرش اسيبك كده. ما تخافيش ما تخافيش، انا هروح معاها. ايوه خليك معاها انت يا مصلح. معقول يا ابني مش عارف انا فين لحد دلوقتي؟ لسه ما فيش اي اخبار من المستشفى. يا فندم يا فندم سعادتك تطمن، انا اتصلت بالمستشفى من 10 دقايق وطمنوني على المدام وقالوا لي ان المساله مساله وقت. ربنا يجيب العواقب سليمه، الظاهر الواد مش عايز يجي الدنيا. والله عنده حق. يا فندم ليه التشاؤم بس؟ ان شاء الله هيشرب بالسلامه وتطمن عليه وعلى مامته. انا اهم حاجه عندي مامته، لان بصراحه في مشاكل في العيله كده. لا يا فندم لا، ان شاء الله لما يشرب بالسلامه هتلاقيه هو عندك اغلى حاجه في الدنيا. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه يا فندم الساعه 5، الفجر هيبدا. قالين قهوة. حاضر يا فندم، ده أنا في منتهى الإرهاق الحقيقة. بقى الحكاية عمالة تتلعبك أكتر وأكتر وعدد المشبوهين بيزيد. المشكلة يا فندم إن الدافع عن الجريمة موجود عند معظم نزلاء الفندق. بس الرواية بتاعت بهيرة دي فتحت لنا سكك كتيرة قوي، وسعت دائرة المشبوهين أكتر وأكتر. ايوه يا فندم، بس سيادتك مش شايف يعني ان موضوع انور يعني ادينا بنحاول وبنضغط على الكل يمكن نوصل لنتيجه. في بعض الجرائم الكبيره بيكون ابعد واحد عن الشبهه هو مرتكبها. طول عمرها بتكرهني. بهيرة قلبها اسود حقود. بهيرة ده وشها يقطع الخميرة من العجين، ده وشها الفاص عندها بروفيل، يعني قفاها زي وشها يعني بوشين. لا 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 بلاش نحكم عليها الحكم القاسي ده. قلبك هيحل تاني؟ انت ناسي انها كتبت فيك سطرين يودوك ابو زعبل؟ دي ست صعبة. ده فكرت مش ممكن. أنا ما كنتش متخيل أبدا، إزاي تتخيل هي إن أنا قاتل؟ أنا حاسس إنه ضيق من ساعة ما شفته. أنا قاتل؟ معقول قاتل والشمعة في إيدي؟ أنا قاتل والشمعة ولعة؟ الشمعة يا ماما، فينك يا ماما؟ لو كلكم بقى واتهامها ليا أنا كوم تاني، هتعملوا من ستين. أما أنا هظبطه؟ لا يا أولاد ما تتأثروش بأي كلام تسمعوه. بهيرة لا يمكن تقتل او تسرق. ايه لا يمكن؟ انت على نياتك، انت ساذج ولا قابل ولا عبيط؟ انا اعرفها كويس قوي. انتوا ما تعرفوش، انا اعرفها كويس قوي، اللي اسمها بهيرة دهيت. انتوا ما عرفتوش ان هي هددتني وهتدفعني ثمن تهزيئي ليها؟ بهيرة؟ طبعا ما لقيتش ثمن تدفعهولك اغلى من مجوهراتي.
حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. بهيرة؟ أشوفك متشحتفة. بهيرة؟ أشوفك متأندلة. بهيرة؟ أشوفك متنيلة. بهيرة؟ أشوفك واخدة أبقابك تحت باطك وبتجري ورا عربية الرش. بهيرة؟ أمال أمي! كده بقى بهيرة تبقى اتزنقت في خالة اليك. يعني احنا كده نبقى في الأمان يا ماهر؟ احنا طول عمرنا في الأمان، احنا من البداية في الأمان. ولا في ولا زكي انت عملت حاجه ولا من ناحيه عملت؟ فانا عملت. عملت ايه؟ ما انت عارف. عارف ايه؟ ما تتكلم. مش انت حلت شخصيتك وسبتك تنتحل شخصيتي؟ اخرب بيتك، وقعت كبدي في رجليا. امال انت فاكر ايه يا ماهر؟ فاكر ان انا اللي قتلت؟ انت عارف كويس قوي مين اللي عمل اللي عامله المهببه دي. ايه النظره دي يا علي؟ انت بتثبت عينيك في ثبت عليك في عينيا يالا. تكلم يالا، في ايه تقصد ايه؟ تكلم. محترف نصب. بقول لك ايه، اوعى الكلام ده تقوله. تقصد ايه؟ تكلم. قصدي انت فاهمه كويس، انت اللي عملت كده يا ماهر. لا الكلام ده اوعى تقوله لحد، ما اسمحوش منك، فاهم؟ انا نصب احتيال لعبه كبيره انما جثه لا. بس انت تورطت المره دي يا حلو. بقول لك ايه، ما تخلينيش اسيبك، هسيبك لوحدك، وانت عارف لو سبتك هيجرى لك ايه. خلاص بقى يا بهير هان، مش انت لوحدك، والله كلنا محل شك واتهام. حتى بسيوني اللي كنت بتعاطف معاه ودافع عنه يعمل كده؟ ما هو معذور برضو، اللي سمع مكتوب في الروايه بتاعتك خلاه فقد اعصابه، وانت عارفه ان تفكيره على قده. انا حذرت المحقق وقلت له ان الروايه بتاعتي دي ممكن تسبب لي مشاكل كتير. ولا مشاكل ولا حاجة، أنا بس دلوقتي قلقانة على بابا قوي، اتأخر كتير. ما تخافيش، والدك مش ممكن يبقى محل اتهام. اما اتأخر لي بس. يعني ايه يا فايدي؟ التحفظ الشديد ده في كلامك ممكن ما يكونش في مصلحتك. بس انا ما اقدرش اتهم اي حد عشان ما يبقاش ظلم. انا ما قلتش كده، احنا عاوزين نوصل للمجرم الحقيقي علشان ما نظلمش بريق. ما هو عشان كده انا مش قادر اوجه شك معين لشخص بالذات عشان ما اظلمش بريق. فايبي، انا بلجأ لسعادتك باعتبارك صاحب الاوتيل، وباعتبارك اقدر واحد ممكن يحلل لي شخصيه النزلاء اللي عنده. بس سعادتك عارف ان انا مش محلل نفسي، وكمان سعادتك تعرف الناس بتتلون ازاي. يعني الانسان اللي بان في الظاهر انه بريء وطاهر جدا، يصح ان يكون في باطنه شيطان زي انور ابن اخوك كده؟ لا 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 لا، انا ولاد اخواتي كلهم غلابه ومساكين، ان كان انور ولا خميس ولا وجدي، حتى زكي، قصدي زكي الحقيقي يعني، كلهم غلابه، كلهم شباب ضايع مش عارف طريقه فين. بس غريبه يعني انهم يضيعوا ويضلوا طريقهم مع ان ليهم عم مليونير وناجح كده زي سعادتك. ما هي دي الماساه اللي انا مش قادر اسامح نفسي فيها. يا ريت بقى سعادتك تكلمني عن ماساتهم، يمكن اقدر اخرج بتحليل كويس قوي عن شخصيتهم. ما هي مأساتهم زي مأساة شباب كتير من شباب جيلهم، جيل ضايع ممزق مش عارف يعمل ايه، ظروفه صعبة جدا. يعني جيل مش ممكن يخرج منه مليونير زي سعادتك كده. بالعكس، ده جيل ممكن يخرج منه عشرات المليونيرات، بس على الطريقة الإنجليزية. اضرب وجهي. يعني الواحد منهم ينزل ويشتغل، وأول ما يحقق ذاته ووضب نفسه كويس قوي، بعد كده أجي وش الضيف. يا فايق بيه، ده كلام خطير قوي وهيجر لنا المسائل والسكك تانية مش عايزين نتكلم فيها. فياريت بقى سعادتك تختصر للسكة ونتكلم في مأساة ولاد إخواتك دول. مأساتهم انهم اول ما بداوا يكبروا ويفهموا الدنيا كان القدر قاسي عليهم. انا كان ليا 3 اخوات، التلاته ماتوا
قبل ما يوصلوا لسن الأربعين، والأسباب كتيرة قوي. كمل. حقيقة كمل يا فابي، أنا اهتمامي بعد كده كان بعد ما توفت المرحومة مراتي، اهتمامي كان منصب على حاجتين اتنين ما فيش غيرهم، بنتي الوحيدة ليلى، وإني أحقق مستقبل مبهر وأعمل اسم لامع في المجتمع وأحقق مكاسب اقتصادية كبيرة. وعشان كده نسيت ولاد إخواتي، مع إن حقهم عليا إني كنت أبقى في مكان والدهم بالظبط. ربنا يقدرك وتعوضهم. تفضل ارتاح. تفضل يا فادي. عشان كده قلت أصلح غلطتي وجبتهم عشان يقعدوا معايا هنا، لكن اللي كنت خايف منه حصل. شباب ضايع طموح عايز يحقق ذاته، بس مش عارف الفشل دايما بيلازمه ليه. يمكن عشان جيل متسرع شوية. يمكن، ويمكن عشان المعايير اختلفت عن عصرنا. لكن صدقني سعادتك ان كل واحد فيهم جواه انسان طيب ونظيف. بس معنى كده يا فايق ايه؟ ان انا استبعدهم كلهم من الشبهات ولا ايه؟ ده احساسي. عموما انا متشكر قوي. ما تصورش سعادتك الكلام معاك كان مفيد قد ايه. انا اللي متشكر يا فندم. ولو سمحت سعادتك اروح لبنتي بقى. اتفضل، بس يا ريت تبعتها لي عشان ادردش معاها شويه. ليه سعادتك؟ انت نازل هنا ليه ولا ايه؟ هندردش معاها دردشه كده زي اللي دردشناها مع حضرتك. ايوه حاضر حاضر. اتفضل. عن اذنك. ايوه حبيبي، مفيش اخبار من المستشفى؟ مش معقول، قلت لك 14. ها طمني يا بابا. اطمني يا بنتي، مفيش حاجه. امال كانوا عاوزينك ليه؟ مجرد دردشه. طب اقعد اقعد استريح يا فايق بيه. وانت ازيك دلوقتي يا بهير هاني؟ شفت يا فايق بيه، شفت الناس بتتغير ازاي. ما تكبريش المسألة، انت اكتر واحدة تقدر المسائل اللي زي دي. انا ممكن اسامحهم على تحملهم عليا نتيجة اللي سمعوه مكتوب في الرواية، لكن اتهامهم ليا ده اللي فظيع 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 قوي. وبعدين معاك يا باهرة هانم، انت مش ممكن تكوني محل شك ابدا. استني بس لما نعرف من بابا ايه اللي حصل. يا بنتي ما قلتلك مفيش اي حاجة. على فكرة ليلى، سيادة المحقق عاوزك. عاوزني انا؟ ليه خير؟ انا عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. طمني، دي اجراءات روتينيه لازم تتعمل. طيب لو ايه يا بنتي؟ الراجل مستنيكي. حاضر. لا ما هو انت لازم ما تخافيش، احسن هو يحس انك انت عامله حاجه ولا بتاع. حاضر حاضر، انا اذنك. ممنوع دخول او خروج اي حد الا باذن مني شخصيا أو بإذن من السيد وكيل النيابة، مفهوم؟ ممنوع دخول أو خروج أي حد إلا بإذن مني. ما خلاص يا سونا مشروخة، ما سمعنا الكلام ده من الصبح، خلاص أوكي. الله، الظابط، استنى عندك، أنا في حاجة مهمة أنا عاوز أقولها لك. يا فندم. فاكر لما باهر ده ولا اسمه ايه اللي قريب من باهر؟ قريب ماهر. ايوه ماهر ولا باهر، وانا هعمله باسبورت. فاكر لما كان مع الشاويش كان بيقول لوالدي، مش والدي انا، والدي ده هو والدي قال له على حاجه، بس انا ابتديت اشك منها. دولة هانم، ارجوك يا دولة هانم، مش اي حاجه تتقلب تصدقيها. اخرس 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 يا حرامي. ايوه حرامي، كلكم
اللصوص، عاملين عصابه في قلب بعضيكم، عاملين عصابه الاربعه زي عصابه الكلاب. انا احتاج يا ضابط. سامع وجالك تجريح يا سيد وجدي؟ ما تحاولش تخش في الحوار الا باذن مني، مفهوم؟ انا بس حضرتك سمعت ودانك اللي حصل. اظن انت سمعت لو قلت ايه كويس. هذا ولا فاهم ماهر قال ايه بقى؟ فاكر والدي ده اللي هو الواد ده هو لما قالك ان وكيل النيابه هيحققوا معاهم وهيسجنوهم وهيحبسوهم، راح ماهر بقى بص له بصه بس ايه وقالوا احنا يتحقق معانا ولا نتسجن ولا نتحبس؟ صحيح اللي مش عارفه ايه جرى لهم ايه يعني اللي اختشوا ماتوا، بس انا ما اقدرش حنكي يطلع الالفاظ السوقيه دهيت. يا دوله تاني انا عايزك تطمني وتحط في بطنك بطيخه صيفي وما تشغليش نفسك باي حاجه. صيفي ايه وشتوي ايه يا ري انت؟ انا عاوزه مجوهراتي، تاريخ البني عامر، تاريخ الفني تاريخك الفني شبه تاريخ اهلك. تلاقي تعزوزة على ناصية عرض جمالكة في جزيرة بطران بشبرة. وقتي ايوة وقتي، هو انت تعرفت؟ مفيش حاجة بتستخبى يا زنوبة يا بنت. استر علي ورحمتي. بقولك يا شويش، ليا خدمة بسيطة قوي عندك. خدمة ايه تاني؟ ما تخافش قوي كده، طبعا انت عارف انه فايق بيه صاحب الاوتيل ده يبقى عمي. صدقني يا شويش انا مظلوم، عايز اتكلم معاه بس هو وبنته كلمتين يمكن يساعدوني. كلمتين ما تطولش، ما تجيبليش مشاكل. ربنا يخليك يا شويش. بقول لك ايه، خد ده. ايه ده؟ دي رشوه يا عم. رشوه ايه؟ ده جنيه. ولو رشوه حد الله بينه من الحاجه دي. ربنا يكتر من امثالك يا شويش. اتفضل عمي. أرجوك سامحني يا عمي، مش بإيدي كل اللي حصل ده، أنا كنت ضحية المجرم اللي اسمه ماهر المليجي. وأنت إيه اللي يخليك تعرف الأشكال دي أساسا؟ للأسف يا عمي عرفته في السجن. وكمان رد سجون؟ محدش عارف إيه الظروف اللي دخلته السجن. الأستاذ مصلح عنده حق يا عمي، لما الإنسان يلاقي عرق جبينه اللي بيشقى بيه بيتنهب قدام عينيه، يعمل إيه؟ لا، ده أنت تحكي لي بقى كل حاجة بالتفصيل. لسه ما فيش اخبار جديده، انا لسه دلوقتي قافل مع المستشفى. يا رب انت هقومها بالسلام. يا رب. الحقيقه انا مش عارف اتلم على اعصابي، وحاسس بتانيب الضمير عشان سايبها في الموقف المحرج ده وهي لوحدها. زي ما قلت لك قبل كده في مشاكل كتير، لكن اعمل ايه؟ لازم ارضي ضميري ولازم اقدي واجبي. في قضيه وبنحقق فيها ولازم نوصل فيها للقاتل. ان شاء الله يا فندم بيكون وش المولود الجديد وش خير وسعد، مع وصوله باذن الله نوصل احنا كمان للقاتل الحقيقي. من بقك لباب السماء. انما قول لسيادتك يا فندم، سيادتك عايز ولد ولا بنت؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس ان شاء الله. افندم ليلى هانم، يا اهلا وسهلا. اتفضلي يا هانم. واضح ان كنت محركه لكل الاحداث اللي فاتت دي. مش فاهم. اللي انا عرفته من فايق بيه ان هو استدعى كل اولاد اخواته عشان تختاري منهم عريس. ايوه. وكان سايب لك حريه الاختيار. ايوه. انت طبعا ما كنتيش تعرفيهم قبل كده. اول مره اشوف ولاد عماني هنا في القريه. طب ويا ترى بعد ما شفتيهم قدرت تكوني فكره عنهم؟
مش قوي. طب ممكن تقولي لي انطباعك عن كل واحد فيهم؟ اكيد كل واحد حاول يظهر قدامي بشخصيه مخالفه الحقيقه. قصدك يعني تقولي انه يظهر بشخصيه مزيفه؟ ما تنساش حضرتك ان انا بنت فايق بيه هنداوي، وكل واحد كان عاوز يتجوزني اكيد كان طمعان في ثروه بابا. لا مش كل واحد طمعان في ثروه بابا، ده كلهم كلهم كانوا طمعانين في ثروتك وثروه بابا. طب قولي لي ايه رايك في والدي؟ والدي انسان طموح، طموح قوي، عاوز يحقق حاجات كتير وبسرعة، أحلامه كبيرة، بس للأسف إمكانياته مش مساعداه، ويعني ممكن يلجأ لأسلوب غير شريف علشان يوصل لهدفه. وأنور، إيه رأيك في شخصية أنور؟ مش هو برضو أخو وجدي؟ أيوه، بس هو مختلف عن أخوه خالص، هو إنسان طيب ومسالم، واهم شيء بيميز انور وضوحه مع نفسه ومع قلبه. واضح انك معجبه بيه. لا مش انا، عصمت. عصمت؟ عصمت مين؟ دي واحده بيحبها وعاوز يتجوزها. تعرفيها منين بقى حضرتك؟ انا معرفهاش، هو اللي حكى لي عنها. طب و خميس؟ افتكر ان خميس ده شخصيته وضحت لسيادتك قوي يعني. انا اللي عرفته ان خميس كان باباكي عايز ينتج له فيلم، وانت تمثلي قدامه دور البطوله، وبهيره هانم هي اللي تكتب الفيلم، وده لا تمثل فيه معاكم. لا لا لا، دي كلها اوهام في دماغ خميس لوحده. يبقى ما فاضلش عندنا بقى من ولاد عمك غير زكي وماهر المليجي. ماهر المليجي افتكر ان شخصيته واضحه قدام سيف، كفايه جدا عليه انه علشان يجي هنا انتحل شخصيه زكي. وانت ما قدرتيش تكتشفي حقيقته قبل كده؟ قلت لحضرتك قبل كده ان انا اول مره اشوف ولاد عمامي هنا، بس مش عارفه ليه انا لما شفته ما كنتش مستريحه له. يا ترى ليه؟ يعني تصرفاته، افعاله، مؤامراته. طب ايه بقى اللي خلى حضرتك تفكري وتظني انه شخص متآمر؟ مجرد احساس. يبقى دلوقتي ما فاضلش قدامنا غير زكي الحقيقي. يعني طلعت شقة وهمية. وصاحب العمارة يا عمي كان راجل نصاب. منهم لله البعدة، اللي ما عندهمش ضمير دول. أهم دول بقى، هم واللي زيهم لازم يعدموا في ميدان عام عشان يبقوا عبرة لأمثاله. يعني كان عندي حق إن أنا أضربه لغاية لما يبان له صاحب ولا لأ؟ المهم حصل إيه بعد كده؟ عملت له عاهة مستديمة وخدت فيها 3 أشهر. وفي السجن اتعرفت بالداهية اللي جوه ده. بس أقسم لك يا عمي إنه شكله كان ابن ناس، أنا اتخميت فيه. وأنا مصدقاك، لأن المظاهر دايما بتبقى خداعة. على فكرة عمي، الدعوة اللي حضرتك بعتها لي وصلتني في السجن مع خطيبتي. أنت كنت خاطب كمان؟ أيوة، بس للأسف بعد ما دخلت السجن والدة خطيبتي طلبت منها إنها تفسخ خطوبتها. طب ليه بس كده؟ ده حتى يبقى حرام. يعني قالت لها مش ممكن تتجوزي واحد رد سجون، وطبعا بعد ما فلوسي راحت يعني مش ممكن أجيب لها شقة تانية. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده انت مسكين قوي يا ابني. انت كنت ضحية لغدر الناس ومحدش داري بيك. يعني النور قطع عن الأوتيل قبل الحفلة ما تبدأ على طول؟ أيوة فندم، قبل الحفلة ما تبدأ على طول. في حد تاني كان معزوم غير النزلاء؟ لا النزلاء بس، أصل يعني هي مش حفلة بالشكل المعروف. ما مفهوم مفهوم. أنسة ليلى،
ممكن في وجهة نظرك مين يكون القاتل؟ معرفش. الحقيقة اللي حصل كله كان مفاجأة غير متوقعة لي. ليه؟ مع ان بهيرة بتقول في الرواية بتاعتها ان الجو في الاوتيل كان ينذر بوقوع جريمة. بهيرة هانم أديبة كبيرة وليها خبرة بالروايات البوليسية، واكيد رؤيتها للاحداث مختلفة عن رؤيتي. ممكن حضرتك تقولي لي شكل العلاقات بين النزلاء قبل الجريمة كان ايه؟ افتكر العلاقات بين النزلاء كانت طيبة. بالعكس، يعني اللي حصل دلوقتي بين دولة وبهيرة وبين زكي وبسيوني وجميل ما يوحيش ابدا ان العلاقات كانت طيبة ابدا قبل الجريمة. الحقيقة انا ما كنتش باخد بالي. أنسة ليلى، حضرتك ليه تهربي من اسئلتي مع ان شكلها ما فيهاش اي ادانه ليكي؟ انا ما عملتش اي حاجه غلط علشان حضرتك تداني. انا واثق انك انت ما عملتيش حاجه، لكن خليكي متعاونه معانا على الاقل زي بابا ما كان متعاون معانا لاقصى درجه. بابا؟ ايوه، ويا ريت انت كمان تحاولي تساعدينا على الاقل علشان نعرف حقيقه العلاقه بين النزلاء قبل الجريمه. هحكي لك كل اللي اعرفه.